اهلا بيكم ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد من قناة جمار زاني. فيديو النهاردة هنستعرض معاكم، مش هنعدل بس، هنستعرض بس وهوريكم العربية اللي هي تعتبر اسوأ عربية نزلت في الابديت. دي عربية اسمها فيتر. طبعا لو انت عايز تشتريها بالسعر اللي هو مخفض لفوق، لازم انت تستخدمها في طريقة الدخول يعني في الجزيرة. وديت يعني طبعا هنحاول اعملها في اخر استراتيجية اللي هي تبقى في الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي هو يوم الخميس، الاستراتيجية السادسة والاخيرة. لازم تدخل بيها تستخدمها يعني في المهمة بمعنى صح، عشان السعر المخفض بتاعها يتفتح لك. السعر المخفض طبعا اللي هو دوت، اللي هو 1,600,000. طبعا العربية دي ما انصحش اي حد يشتريها نهائي. طبعا انت لما تشتريها مش هتروح لك على اي جراج، هتروح لك على شركة البيكسوس على طول. فانت تتصل ببيكسوس وبعدين تجيبها من Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Military. Great. So it's available for pickup at our nearest location, sir. فانا هروح اجيبها من الحته اللي هناك، لو ما حطينا فيها ديت وارجع له. طب العربيه هيت، اوعى حد يشتريها. هقول لكم برضو العيوب اللي فيها. العربيه دي طبعا بتاخد 10 هيت زي ما انتم شايفين في الموقع. الحاجة بقى التانية واللي هي سعرها غالي، غالي جدا، 1,600,000 زي ما انتم شايفين اهوت. يعني الأحسن منها بكتير بكتير جدا، انزل تحت بس شوية تلاقي العربية ديت 450,000، نص مليون يعني. دي وعلى الأقل طبعا دي برضو بتاخد 10، دي اللي هي بتاعت الجيش يعني، اللي هي بتبقى في المطار الحربي. دي بتبقى زي ما قلت بتاخد 10 على الأقل ثابتة في الأرض، بتطلع يعني منحدرات مش زي اللي انتوا هتشوفوها ديت. بص ديت ايه اللي هيحصل مثلا لما انا اجي مثلا نحو حودة يعني جامدة. عايزين بس احنا ايه حوالينا كده. مش مهم، دي متتحسبش. ايه دي تتحسب، دي تتحسب. دي انا بحود عادي جدا اتقلبت، فبلاش حد يشتريها خالص. انا معرفش، انا يعني اضطريت يعني اعملها ريفيو عشان بس محدش يقع في الفخ بتاعها يعني، قبل يعني محد يشتريها. بس فلو انت عايز يعني تشتري مثلا حاجة، ممكن تشتري الاوتوبيس او المدرعة اللي انا قلتلك عليها، مش مدرعة، العربية اللي هي زيها اللي هي ديت. اهي هي دي برضه، جبت لكم العربيه اهي برضه قبل ما حد برضه يشتريها، عشان لو عايز يعني يشوفها. طبعا ثابته على الارض جدا، اهي في الحوادان ثابته جدا على الارض. الشوارع بتختفي والله عمرك تسمع. فبس لو انت برضه في اخر فيديو برضه حابب بقول حد يشتري العربيه ديت خالص ده، عايز تشتري ديت. بس كنت حاجة بس في الأول فيديو كنت عايز أقولها، أو نسيت تقريبا أقولها. المهم أنا بشحن في جي تي اي يعني فلوس وار بي. حد يعني حابب يكلمني يدخل على الفيس، لينك الفيس بتاعي في الديسكريبشن بتاع الفيديو، والكرو بارد بتاعنا بتاع جي تي اي اللي هو دوت نفس اللي على التيشيرت، واللينك الديسكورد بتاعنا لو حد برضه حاب يلعب معانا يصور معانا. بنعمل برضه ايفنتات كل فين وفين، بس يعني دلوقتي موقف شويه بس. وجروب الديسكورد برضه بنعمل فيه مسابقه كل خميس وجمعه على اللي يكسب. بس كده كنا وصلنا نهايه الفيديو، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.